السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أرجو من الله أن الجمعيكم بخير، وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم كلكم بلا استثناء. ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. موعدنا الأسبوع الجميل من سوق التلات الشعبي، بس السوق النهاردة كان بنكهة مميزة جدا جدا. النهاردة بسم الله ما شاء الله السوق كان، بصوا، كان جميل خالص، وكان في ناس كتير جدا. كل الناس كانت بتشتري أغراض وملابس عشان يوم التأسيس. كل سنة والمملكة بألف خير، وكل سنة والشعب السعودي في أمن وأمان ومن تقدم إلى تقدم إن شاء الله. بسم الله وعلى بركة الله. مبدئيا أنا دخلت السوق وبديت بالبرحة اللي فوق، بسم الله ما شاء الله. في الأول شفتوا الحبوب، البر والشعير والحاجات الجميلة اللي انتوا شفتوها، وشفتوا الطحونة، جميلة الطحونة، بسم الله ما شاء الله. ده السوق من فوق، اللهم بارك. السوق النهاردة كان بسم الله ما شاء الله حاجة كده آخر جمال، كان في ناس كتيرة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي كان بيسيطر على السوق النهاردة هو الملابس الشعبية، الملابس العسيري والتراثية والبرجع والربطات والحاجات الجميلة اللي هتشوفوها معانا بعد شوية. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا برضو احب يعني اعزي حبيبتي ام محمد العسيري في وفاة اخوها، ربنا يرحمه يا رب ويعفو عنه ويرحم اموات المسلمين، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا ده محل ام محمد، بس انا ما لقيتهاش في المرة الاولى، رجعت تاني وسألت العامل اللي بيشتغل معاها، قال لي اخوها توفى، ربنا يرحم اخوها يا رب ويرحم اموات المسلمين ويرحمنا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. زي ما انتم شايفين كده كل حاجة موجودة. زي ما قلت لكم النهاردة السوق اللي بيسيطر عليه اللبس، الملابس التراثية، الملابس العسرية، هتشوفوا حاجات جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعد الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، طبعا يا جماعة انا ما بحبش اشيل الصوت بتاع السوق، لاني بحس ان هو بيدي كده، بصوا بيدي روح للفيديو، اجواء السوق. شفتوا العسل؟ شفتوا الجميلة؟ بسم الله ما شاء الله، ربي يحفظها يا رب. لابسة ربطة ولابسة برجع وحاطة ريحان، بسم الله ما شاء الله، الله يسعدها ويحفظها ويبارك فيها، اللهم امين. طبعا اجواء كانت اكثر من رائعة، بسم الله ما شاء الله. وطبعا دي المنتجات دي كلها من ابها، بسم الله ما شاء الله، الذرة والبابايا والحاجات دي كلها، بسم الله ما شاء الله. سوق الثلاثة يا جماعة من الأسواق الممتعة جدا جدا جدا. أنا من زمان، من قبل ما أفتح قناة وأنا بروح سوق الثلاثة، أحب أروحه، أحب أستمتع بيه، أحب أشتري منه حاجات، أحب أسلم على الناس اللي بيبيعوا هناك، كلهم ناس طيبين، سبحان الله ولا إله إلا الله. أغلب الناس اللي بيبيعوا في سوق الثلاثة هتحسوا كده إن قلوبهم جميلة، قلوبهم طيبة، ناس بالفطرة، متسامحين، هينين، لينين في البيع والشراء. دي حبيبتنا بتبيع اكل، ربنا يسعدها ويرزقها يا رب. عندها سمبوسه وعندها معجنات وعندها مش عارفه ده ايه، مش عارفه هو عريكه ولا ايه بالظبط. عندها هنا سمبوسه برده، في دجاج وفي لحم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يرزقها من حيث لا تحتسب، اللهم امين. شفتوا المشغولات دي كلها من الجريد بتاع النخل، بسم الله ما شاء الله. اللي انتوا شايفينه في الزركي الاحمر ده لبن ب 10 ريال، لبن مش حليب، لبن. ربنا يرزقهم جميعا، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين ده، خلي بالكم ده احنا كنا لسه العصر، المغرب بقى لما المغرب قدم، ما اقولكوش على الزحمه اللي كانت موجوده هناك. انا المغرب قال الله اكبر، توكلت على الله على طول على بيتي، الحمد لله رب العالمين. جينا صلينا وقلت بقى اتكلم على الفيديو عشان يلحق يتحمل، تستمتعوا باجواء السوق النهارده. بسم الله ما شاء الله، يعني شفتوا الطب العسيري، بسم الله ما شاء الله. طبعا الشتلات اللي انتوا شايفينها دي شتلات ريحان ونعناع وبردجوش وزاب، كل الحاجات دي بتتباع هناك،
اسعارها بتبدا من 20 ريال لحد 25 لحد 30. طماطم وجميع انواع الخضار والاسعار هناك ببلاش، تعتبر ببلاش. بسم الله ما شاء الله. ملوخيه الاربعه ب 10، بسم الله ما شاء الله. ربنا يرزق الجميع يا رب، اللهم امين. شفتوا هتلاقوا سوق الثلاثه يا جماعه، هتلاقوا الناس اللي فيه اغلب يعني الاغلبيه العظمى من زواره ومن بائعيه هم من كبار السن. ربنا يسعدهم يا رب، وربنا يديهم الصحه والعافيه، اللهم امين. فصل بقى وبطاطس وطماطم وليله يا عمده، بسم الله ما شاء الله. طبعا دي الفرشات بتتباع هناك برضو، السجادات بتاعه الصلاه، المصليات، المسابح، الحاجات دي كلها هناك واسعارها حلوه. سجادات الصلاه بتبدا اسعارها من 20 ل 25 ريال، هناك حاجات فخمه جدا. ودي بسطه عم ابو احمد، ربنا يسعده يا رب. التمور بقى يعني بسم الله ما شاء الله، التمور والعسل والسمن. بس للامانه النهارده كان يوم الملابس العثيريه، بصوا بلا منازع، النهارده كان كله بيدور على الملابس العسيريه وعلى البرجع عشان يوم التأسيس قريب ان شاء الله. بإذن الله العظيم ان احنا برضو نغطي يوم التأسيس. بيعملوا احتفالات حلوه جدا في أمان. طبعا اللي انتم شايفينه ده يا جماعه جسر القهوه. جسر القهوه له مميزات كتيره جدا، انا عن نفسي بحبه وعندي منه باستمرار بشرب منه. بسم الله ما شاء الله، الله يكرمكم، يعالج التهابات المسالك البوليه، مدر للبول برضو، بينحف، في حاجات حلوه قوي قوي. طبعا انا عرفته من عند ام حسين وايه وخدته من هناك، ربنا يسعدها يا رب. بعد شويه هننزل تحت ونشوف محل حبيبتنا ام حسين. طبعا دي المكسرات بسم الله ما شاء الله، اسعارهم حلوه ومنتجاتهم ما شاء الله. وطبعا هنا قهوه ابو فهد. كيف حالك ابو فهد؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جديد نفسه نفسه بس 60 ها. شفتوا ده برطمان والله تحفه ما شاء الله، والله ما شاء الله. قهوه ابو فهد يا جماعه، بصوا مهما قعدت اقول واعيد وازيد فيها والله ما هكفيها واوفيها حقها، تحفه نمبر 1. انا عامله لها فيديو منفصل ان شاء الله ننزله في نهايه الاسبوع ده باذن الله العظيم. طبعا 60؟ كان في مفاجاه غريبه، حلو يعني اجيبها ب 120 كيلو ب 60 ريال ما شاء الله، متخيلين؟ والله العظيم يا جماعه انا جايباه لامي كيلو ب 120 باجي الزعفران ب 60. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، والله تحفه ب 60. اللهم بارك. طب ابعت لك زباين من قدام. الله يسعدك، تسلم. الطماطم برضو هناك حلوه جدا واسعارها حلوه، بتبدا من 25 ريال بسم الله ما شاء الله. في بلدي وفي الطماطم اللي هو ابو شوكه الاسباني. خضار بقى كل اللي انتم شايفينه ده السطل على 5 ريال، ربنا يرزقهم يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده بتنجان، كوسه، جزر، طماطم، اي حاجه، اي خضار ب 5 ريال السطل. وطبعا دي السلات زي ما قلت لكم على 25 ريال وعلى 30، السطول اللي فوق دي على 5 ريال. طماطم بلدي جميلة بسم الله ما شاء الله، جماعة بتوع التراث والصحفات والدلال والحاجات دي كلها. زي ما قلت لكم السوق النهارده كان عامر بسم الله ما شاء الله. بعد شوية هننزل تحت ونروح عند أم حسين نشوف عندها إيه ونشوف الحاجات اللي عندها، ربنا يسعدها يا رب. العسل والسمن ما شاء الله، الحبوب، الشعير والبر والذره. طبعا الراجل الطيب ده بيبيع مساويك، ده عم ابو احمد عنده البطايا وعنده السدر او النبأ، في ناس بتسميه السدر وفي ناس بتسميه النبأ. والذره بسم الله ما شاء الله، اسعارهم حلوه ومنتجاتهم جميله وكلها طازه وكلها او اغلبها من مزارع ابها، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. السلام عليكم. انا جيت اجيب فول سوداني 5 ريال، الله يحييك، ربنا يرزقه يا رب، اللهم امين. باستمرار لما بكون في سوق الثلاثة احب اجيب منهم، يعني حاجاتهم حلوة وجميلة وبرضه يعني ايه تساعدهم. شكرا، ربنا يرزقهم يا رب، اللهم امين. جميل، شفت الملابس العسيري بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا زي ما قلت لكم بعد شوية هننزل تحت ونروح لا اله الا الله نسلم على ام حسين، نقعد معاها شويه وبعدين نبدا بقى ايه ناخد جوله في السوق من تحت واوريكم الدنيا فيها ايه. بس السوق النهارده كان بصوا رائع رائع رائع. عايزه الناس اللي وصلت معانا للحته دي تحط لنا لايك كده مجدع. ايوه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنا
هنا طبعا انا خلاص هنزل تحت علشان اروح عند ام حسين، ربنا يسعدها يا رب، اللهم امين. هنا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا يا جماعه ده سوق التلاب من تحت، زي ما قلت لكم النهارده يعني كل الناس على الملابس العسيريه وعلى الملابس التراثيه. ده طبعا محل حبيبتي ام حسين، ربنا يسعدها يا رب ويديها الصحه والعافيه، عندها كل حاجه، كل ما يخطر على بالكم. الرابطات دي ب 15 ريال، طبعا انا عندي منها الاخضر، بسم الله ما شاء الله، عندها تشكيله كبيره جدا، شفتوا دي حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. عندها برضو عندها الشيل، هوريها لكم دلوقتي، بسم الله ما شاء الله. ده تقريبا كده لما كنت مخطئه، يعني لما كنت مخطئه مش عارفه ب 25 ريال، انا مش عايزه اقول الاسعار عشان ما اخربش عليها، انا مش عارفه الاسعار قوي يعني. ده محل ام حسين، تاني داخله من سوق التلات الشعبي على ايدكم اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب. عندها طبعا الحنه، عندها النكشات، شفتوا عندها البرجع. البرجع يا جماعه النهارده ب 50 ريال. الناس هتقول لي غالي، بس على فكره والله هي بتجيبه غالي يعني، هي مكسبها فيه حاجه بسيطه. هم بيغلوه على يوم التاسيس واليوم الوطني، طب احنا ذنبنا ايه؟ ربنا يسعدها يا رب. ده البرجع بسم الله ما شاء الله ب 50 ريال. يعني بصوا يا تلاقوه يا ما تلاقوهوش، انتوا وحظكم، اخبار رهيب على البرجة. الناس اللي عندها براجع تبقى تعينها للسنه الجايه يعني. دي الشيال زي ما قلت لكم، في منها ب 10 ريال، في دي المريشه زي ما حسين ما قالت لي ب 25 ريال. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. جميله، في الاحمر، في الاصفر، في الاسود، فيه برضو المنديل ده زي ما انتم شايفين، العصبه او الرابطه، في ب 10 وفي ب 15. كل حاجتها حلوه، ربنا يبارك لها ويرزقها من حيث لا تحتسب يا رب، اللهم امين. طبعا عندها الحنه، عندها الجاويه، عندها البخور، عندها المعمول، عندها كل حاجه. دي الرابطات اللي عندها برضو، حابه ان انا اوريها لكم. على كام دي؟ في حاجات كده فيها زي ورق الشجر، وفي حاجات فيها زي الجنايه الذهب. كوكتيل في اسود واصفر، الاخضر ده تحفه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. والبرتقالي ده جميل خالص، انا عندي من الاخضر. طبعا عندها برضو البيوت العسيري، عندها حاجات كتيره جدا، عندها الرز السحري، عندها بهارات ام حسين، عندها قهوه الشعير، عندها كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي بسم الله ما شاء الله. شفتوا عندها الفرحه دي ب 35 ريال، عليها شعار المملكه، السفين والنخله، اللهم بارك، 35 ريال. جميلة جميلة تحفة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا بقى عندنا عم علي، هنروح نسلم عليه، وهنروح برضو اوريكم كده حتة صغيرة في محل الجلابيات المصرية بتاع ابو عبد الرحمن، دائما الناس كانت بتسألني عليه. محل ابو عبد الرحمن يا جماعة للجلابيات المصرية، هو المحل الوحيد في سوق التلات اللي بيبيع جلابيات مصرية. اي جلابيه من اللي انتم شايفينها دي صيفي ب 50 ريال، والشتوي هوريه لكم بعد شويه ب 80 ريال، وعندهم نانسي ب 100، 100 مقفوله. ده نانسي، بتتكلموا في ايه؟ طبعا ده الصيفي وده الشتوي، البني ده الشتوي ب 80 ريال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عندهم خدمه توصيل لجميع انحاء المملكه. طبعا ده السوق، ده يعني ده السوق من ورا من الخلف، شفتوا كل الناس على الجلابيات دي، على اللبس ده، ان شاء الله اجيب لي واحده منهم واجربها. ايوه عادي. وده خيالي اللي انتم شايفينه ده، خيالي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا المحلات كلها بصوا هايصه خالص يعني، ربنا يرزق الجميع يا رب، اللهم امين. والناس بدات تلبس منها الحين، ايوه كده يعني، لازم كده لازم، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا هنا في طريقي لمحل عمي علي عشان اسلم عليه وبعدها ننهي الفيديو، بس حبيت ان انا اروح اسلم عليه. الراجل ده راجل طيب جدا جدا، ربنا يسعده يا رب ويبارك في عمره ويدي الصحه والعافيه، اللهم امين. شفتوا الجمال، تحسوا كده ان في فرحه، في حاجه حلوه في السوق. من الحاجات الجميله اللي بتميز الشعب السعودي ان هو شعب، بصوا يعني يحب الفرحه، يحب يحتفل، يحب يطلع، يحب يعيش، ربنا يسعدهم يا رب ويجعل ايامهم كلها سعاده وفرح، اللهم امين يا رب العالمين. عم علي السلام عليكم، كيف حالك يا عم علي؟ الله يحييك، كيفك وكيف صحتك؟ الله يسعدك، تسلم تسلم تسلم، ما شاء الله السوق اليوم ها عامل.
ايه ايوه اصلا كله يدور على الملابس وعلى الاشياء اليوم يوم التاسيس. اي ما شاء الله. الله يسعدك يا معلم. تسلم. اني بس اسلم عليك. الله يرضى عليك. تبغى شيء؟ سلامه عمرك. الله يسعدك يستر عليك. اللهم امين. وهنا خلاص يا جماعة سلمت على عم علي، وبرضو اخر حتة هطلع من فوق في البرحة عشان اخد لقطة اخيرة قبل ما اروح واوريكم السوق كان عامل ازاي من فوق. كان جميل وكان في ناس كتير جدا بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. خليكم معانا، والناس اللي وصلت هنا حطوا لنا لايك كده. ايه مجدع منكم. اه دي انا. امال ايه. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كنت خلاص هروح وخلصت تصوير وقلت بقى انهي لا اله الا الله، انهي التصوير من فوق من البرحه واوريكم شكل السوق قبل ما اروح. بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدكم جميعا يا رب، وربنا يرضى عليكم. اللهم امين يا رب العالمين. واتمنى النهارده السوق يكون عجبكم زي ما عجبني، ولو عجبكم السوق حطوا لنا كده لايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم.